احنا موجودين اليوم في معرض رمضان للكتاب في خيمة الفنون البصرية. عندنا ورشة عن فن الإزنيقي، رح نتعرف عن تاريخ منطقة إزنيق. طبعا لما تزور انت اسطنبول رح تشوف هذه البلاط متواجد في كل مكان، في القصور وفي المساجد، ولها اشكال عديدة. احنا اليوم رح ناخذ طريقة رسم الازهار اللي موجودة في البلاط الازنيقي. رح نتعلم ثلاث اشكال نرجعها للاساس اللي هو الهندسي، ومن ثم نرسمها باليد. معرض الكتاب هي فرصة جميلة جدا لنشر الفن والثقافة، واحنا سعداء جدا بتواجدنا معكم.